بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذا اليوم طليعة شهر ربيع الأول سنة 46 و400 من الهجرة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي الموفي للستين بفضل الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لشرح الإمام تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى فيما أملاه على أحاديث عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ونتدارس في مجلس الليلة بعون الله الأحاديث الثلاثة الأخيرة من باب الجمعة التي ابتدأنا أحاديثها في مجلس ليلة الأسبوع المنصرم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: الحديث السادس. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. هذا سادس أحاديث الباب كما تقدم، وموضوعه الحث على الحضور إلى الجمعة وفضيلة السابقين إليها، وأن تفاوت الأجر يتفاوت بتفاوت من يحضر أولا فأول على ما جاء في هذا الحديث. ولا خلاف في الإسلام أن المسارعة إلى الخيرات والمسابقة إلى الفضائل أولى وأفضل وأعظم أجرا، ودل على ذلك عمومات نصوص الشريعة في مثل قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقوله تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وأمثال هذا من النصوص التي تدل على أن مسارعة العبد إلى العمل الصالح واستباقه إلى الخيرات أعظم وأولى وأفضل. فلو اشترك اثنان في عمل صالح كان المبادر منهما والسابق منهما إلى ذلك العمل أعظم أجرا. وتأتي أحيانا الفضائل بنصوص مخصوصة بها كمثل التبكير والسبق إلى صلاة الجمعة، كما في حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي سمعتم قبل قليل، وأن تفاوت الأجر في مثل ما سمعت بأن من قدم أولا كمن تقرب أو تصدق أو أهدى بدنه، والثاني كمن قرب بقرة، والثالث كبشا أقرا، والرابع دجاجة، والخامس بيضة، وهكذا. فهذا هو موضوع الحديث في الجملة الذي لا خلاف فيه، إنما الخلاف بين الفقهاء في تفسير هذا الحديث بمعنى التبكير، هل هو مبتدئ من بعد صلاة الفجر يوم الجمعة أو من طلوع الشمس، أو لا يبدأ التبكير والتفاوت والتفاضل إلا من بعد الزوال. الخلاف ها هنا وستسمعه بعد قليل بين يدي الشروع في كلام المصنف رحمه الله فيما أملاه على هذا الحديث. ها هنا فوائد: أولها أن الحديث في الجملة حث على غسل يوم الجمعة، وإن لم يكن هو المقصود من إراده ها هنا لقوله: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح الحديث. وقد تقدم في ثاني أحاديث الباب فيما سبق ذكر فضيلة غسل الجمعة والخلاف بين الوجوب والاستحباب كما تقدم معكم آنفا. في الفوائد أيضا في هذا الحديث أن قوله
صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة. في بعض طرق الصحيحين من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، واختلف العلماء هل المقصود ها هنا غسل الجنابة أن يكون على جنابة يعني من إتيان أهله فتكون فيه الإشارة ضمنا إلى استحباب ذلك، وأن يكون للقاصد إلى الجمعة غسلا للجنابة قد أتى فيه أهله، أو المقصود فيه غسل الجنابة يعني غسلا كغسل الجنابة من حيث الصفة. قولان لأهل العلم، وربما رجح الأول بما في بعض روايات الحديث من قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث أوس من غسل بالتشديد واغتسل كما في السنن وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وابن حبان، وذهب إليه طائفة من أهل العلم لأن غسل بمعنى أوجب الغسل على زوجه، فهذا وجه يقال، وإن كان الظاهر من سياق الحديث أن المقصود في قوله من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة هو المراد به الكيفية يعني مثل غسل الجنابة، وهما قولان كما سمعت قبل قليل، والمقصود بذلك البيان للصفات كما أشرت آنفا. من الفوائد أيضا ثالثا قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية. في الجملة الأولى من راح في الساعة الأولى، قوله في الساعة الأولى ليس هذا اللفظ في الصحيحين، والذي فيه إسقاط الساعة الأولى من الجملة الأولى لفهمها مما يليها، من راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة الحديث. وفي غير الصحيحين كما في الموطأ من راح ثم راح في الساعة الأولى، فالتنبيه إلى أن لفظ في الساعة الأولى في الجملة الأولى في الحديث هي في رواية الموطأ لا في الصحيحين. من الفوائد ثالثا لما رتب هذه الفضائل بترتيب أجر صاحبها بما يقابلها في الصدقات، فمن تصدق ببدنه أعظم ممن تصدق ببقرة، ومرد ذلك إلى تفاوت الفضل والأجر والحجم، فحجم البدنة وهو البعير أكثر من البقرة، ثم البقرة أعلى من الشاة، ثم الشاة أعلى من الدجاجة، ثم الدجاجة أعلى من البيضة. في رواية عند الإمام النسائي للحديث لما رتب هذه الفضائل جاء فيه بعدما ذكر فكأنما قرب كبشا ذكر بعده فكأنما قرب بطة، ثم الذي يليه دجاجة ثم بيضة، فزاد مرتبة بين الكبش والدجاجة وهي البطة. وفي رواية أخرى أيضا عند النسائي جعل بين الدجاجة والبيضة عصفورا، دجاجة ثم عصفورا ثم بيضة، وهذا عائد إلى أن الساعات التي ذكر فيها الفضل أهي خمس أو ست؟ في حديث الصحيحين خمس ساعات، في الساعة الأولى بدنة، ثانية بقرة، ثالثة كبش أقرن، الرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. وفي رواية عند النسائي وغيره أنها ست ساعات، فإذا كانت ستا فلا بد من إضافة مرتبة توازيها، فذكرت في رواية عند النسائي البطة، وذكرت في رواية أخرى العصفور، وهكذا. وحديث الصحيحين هو ما سمعتم. الفائدة الأخيرة قال فكأنما قرب دجاجة، هي دجاجة بفتح الدال أو دجاجة بضم الدال؟ العوام ينطقون دجاجة وبعضهم بكسر الدال دجاجة، وكلها صحيحة لغة، فتح وضم وكسر، وحكي فيها التثليث، فحيثما نطقت الدال فتحا أو ضما أو كسرا صح لغة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الكلام عليه من وجوه: الأول، اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير، واختار الشافعي رحمه الله التبكير، واختار مالك رحمه الله التهجير. ما معنى التهجير؟ يعني الذهاب إلى صلاة الجمعة في وقت الهاجرة. ما وقت الهاجرة؟ من بعد الزوال. اختلفوا هل الأفضل التبكير أو التهجير، فالجمهور كما سمعت وقول الشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري وبعض فقهاء المالكية أن التبكير أفضل. ثم التبكير هل يبدأ من صلاة الفجر أو من طلوع الشمس؟ رأيان، من ذهب إلى أن اليوم يبدأ من طلوع الشمس عد التبكير يبتدئ من طلوع الشمس، فيكون تقسيم الساعات من طلوع الشمس ساعة الأولى ثم ثانية ثم ثالثة إلى وقت الصلاة.
وذهب مالك رحمه الله وبعض فقهاء المذاهب كالقاضي حسين وإمام الحرمين من الشافعية إلى أن المراد بالحديث البدء بالتفاضل من بعد الزوال لا من قبله، ومرد ذلك كما ستسمع بعد قليل إلى الاعتماد على لفظ الحديث وروايته. الحديث قال ثم راح، الرواح لا يكون إلا بعد الزوال لغة، وفي لفظ آخر قال المهجر إلى الجمعة، مثل المهجر كالمهدي بدنه، والمهجر هو الاسم الفاعلي من الفعل هجر، والتهجير لا يكون إلا بعد الزوال، وستسمع الخلاف بعد قليل. وعلى كل حال هذه مسألة مدار الخلاف فيها على حديث واحد، وهو مثال لما تكرر معنا كثيرا أنه ربما كان النص الذي يعتمد عليه الفقهاء في اختلافهم واحدا، إنما التفاوت في طريقة الاستنباط وفهم دلالات الألفاظ، وجعل ذلك في عمق فهم الشريعة مساحة لأهل العلم. وهو من جهة أخرى فيها إشارة إلى عظمة فقهاء الإسلام وأفهامهم رحمهم الله، في أنهم في الدليل الواحد والنص الواحد والمورد الواحد تتفاوت فيها الأفهام، ولكل وجهة محتملة ودلالة معتبرة تدل على أنهم رحمة الله عليهم وسلك بنا سبيلهم كانوا أعظم ما يكونون تعظيما لنصوص الشريعة وإجلالا لها وعملا بها وإقبالا عليها واستنباطا للأحكام منها واستدلالا بها، فكل ذلك يدل على أنهم رحمة الله عليهم جميعا في تعظيم النص والاستناد إليه سواء، إنما التفاوت بينهم في طرائق الاستنباط ومستوى الفهوم وفتح الله وتوفيقه الموزع بين العباد كما وزع الأرزاق جل وعلا. قال رحمه الله واختلفوا، قال الحديث اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير، واختار الشافعي رحمه الله التبكير وهو مذهب الجمهور، وليس الشافعي وحده رحم الله الجميع، أبو حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وكذا ابن حبيب بن المالكية. قال واختار مالك رحمه الله التهجير، وقال به أيضا من فقهاء الشافعية القاضي حسين وإمام الحرمين رحم الله الجميع. قال الزمخشري في تفسيره الكشاف في الحديث عن صلاة الجمعة، وتطرق إلى ما يتعلق بالمسألة من التبكير أو التأخير أو التهجير، قال كانت الطرقات في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مفترضة بالمبكرين إلى الجمعة يمشون بالسرج. قال وقيل أول بدعة حدثت في الإسلام ترك البكور إلى الجمعة، انتهى كلامه، يشير إلى حدث أو مشهد كان السلف الأوائل يعيشونه، وسيأتيك الخلاف في المسألة إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله اختلف الفقهاء، قال اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير، واختار الشافعي رحمه الله التبكير، واختار مالك رحمه الله التهجير. طيب، اختار الشافعي التبكير واستند إلى دلالة الحديث، وسيأتيك وجه الدلالة لأنه ذكر التفضيل في التفاوت بالمبكرين بدرجات متفاوتة. طيب، فمن قال بما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله أن التهجير أفضل؟ استدل بأمور، منها أولا أن لفظ الحديث قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، قال معنى الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، ولذلك يقال غدوها شهر ورواحها شهر، الغدو الذهاب أول النهار بعد الفجر، والرواح يكون بعد الزوال، فالرواح في اللغة لا يكون إلا بعد الزوال. وأيد ذلك بالرواية الأخرى للحديث إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، قال فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه ثم الذي يليه الحديث. المهجر مأخوذ من الهاجرة، وذلك وقت النهوض إلى الجمعة وليس عند طلوع الشمس كما سيأتي في كلام المصنف، فلا يقال له مهجر. إذن هو استدلال مبني على ما جاء في بعض ألفاظ الحديث. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله واستدل للتبكير بهذا الحديث وحملت الساعات فيه على الأجزاء الزمانية التي يقسم النهار فيها إلى 12 جزءا. طيب، هذا أحد أسباب الخلاف
الفقهاء في فهم الحديث، قال في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، ما المقصود بالساعة؟ طبعا لن تقول هي ساعاتنا المعاصرة ذات 60 دقيقة والدقيقة ذات 60 ثانية، هذا ما كان موجودا، لكن المقصود تقسيم الليل والنهار إلى 24 ساعة، ومناصفة فيكون بين النهار للنهار 12 ساعة ولليل مثل ذلك. فإذا قلت النهار 12 ساعة فيكون نصفها 6 ساعات من طلوع الفجر إلى الزوال، هذا نصف اليوم، لأن الشمس توسطت، فإذا أشرقت الشمس إلى أن تتوسط هذا نصف النهار، ونصفه الثاني في ذهابها إلى الغروب. فالنهار قسمان، قسم قبل الزوال نصفان، نصف قبل الزوال ونصف بعد الزوال. فإذا كان النهار 12 ساعة فال6 ساعات الأولى متى تنتهي؟ مع الزوال، وتبدأ ال6 ساعات الأخرى. فمن فسر الساعات في الحديث بأنها الأجزاء الزمانية التي يقسم عليها النهار إلى 12 ساعة، قال خلاص الحديث واضح ودل. طيب من أين قلنا إن النهار 12 ساعة؟ ما جاء في حديث جابر مرفوعا يوم الجمعة 12 ساعة فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم الحديث، فذكر أن الجمعة 12 ساعة. طيب فإذا قلت 12 ساعة ونصفها إلى الزوال، فتسنى لك أو تأتى لك أن تفهم الحديث من راح في الساعة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وفي رواية عند النسائي أيضا السادسة. إذا خلاص هو مفهوم 6 ساعات هكذا. فانظر من طلوع من صلاة الفجر أو من طلوع الشمس إلى الزوال، اقسمها 6 أقسام متساوية، بغض النظر كم يطلع معك بساعاتنا المعاصرة بتفاوت الليل والنهار صيفا وشتاء في شمال الكرة الأرضية وفي جنوبها. فإذا كان بين الفجر والظهر 6 ساعات بساعاتنا المعاصرة فهي كما هي 60 دقيقة لكل ساعة، وإذا كان 5 ساعات 4 ساعات اقسمها على 6 فيكون الناتج كذلك 30 دقيقة 40 دقيقة لكل ساعة. فالمقصود بالساعة الجزء من الزمن الذي يقسم عليه النهار 12 ساعة، لما قبل الزوال نصفها 6 ساعات. قال استدل للتبكير بهذا الحديث، واضح ليش؟ لأنه قال في الساعة الأولى في الثانية، فقسم ما قبل الجمعة إلى ساعات وجعل لكل ساعة فضيلتها وأجرها، بدنا ثم بقرة ثم كبشا أقرا ثم دجاجة ثم بيضا. وهذا على ما ذهب إليه الجمهور واستدلوا كما فهمت قبل قليل. نعم. والذين قال والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه، وذلك من وجوه. إلى الاعتذار عن ماذا؟ يعني من يقول كقول الإمام مالك رحمه الله من راح في الساعة الأولى من بعد الزوال؟ طب إذا كان من بعد الزوال وسيخرج الخطيب الآن ليخطب، فأين الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ يعني لو خرج الإمام بعد الزوال ب5 دقائق فكل دقيقة تعد ساعة. قالوا نعم هو كذلك، جعلوا الساعات المذكورة في الحديث لحظات لطيفة، فمن أدرك أولا أدرك الجزء الأول وعبر عنه بساعة، ومن أدرك الجزء الثاني فالثاني، وهكذا وتتفاوت. ما الذي حملهم على هذا؟ الرواية ثم راح، والرواح لا يكون إلا بعد الزوال. الرواية الأخرى المهجر للجمعة، والهاجرة الظهر ولا يكون إلا بعد الزوال. فالذي حصل في طريقة الإمام مالك رحمه الله أنه حمل لفظ الرواح والتهجير على حقيقته وتأول معنى الساعة، أليس كذلك؟ تأول معنى الساعة على اللحظة اللطيفة والأجزاء من الوقت الدقيقة التي تكون من بعد الزوال إلى أن يصعد الإمام المنبر. والجمهور بالعكس حملوا لفظ الساعة على حقيقتها، الجزء من الزمان الذي يقسم عليه النهار إلى 12 ساعة لقبل الزوال منها 6 ساعات، حملوا الساعة على حقيقتها وتأولوا معنى الرواح والتهجير، فقالوا راحة صحيح في اللغة أنه لما بعد الزوال، لكنه ليس المقصود هنا في الحديث، المقصود هنا مطلق القصد إلى الصلاة والتوجه إليها. كما نقول اليوم في العامية رحت ورحت ورحنا وراح فلان، لا نقصد ذاك الوقت بعد الزوال، في أي وقت ذهب نقول راح فلان بمعنى ذهب، ولا نقصد الوقت تحديدا، هذا تأويل لأن معناه في اللغة على خلاف ذلك. وكذا تقول في التهجير،
مقصود المهجر إلى الجمعة ليس المقصود الذي جاء في وقت الهاجرة، المقصود به المبكر، هذا تأويل. وقالوا جاء بمثل النصوص، مثل المهجر للصلاة والمستبق إلى الصف الأول، فما أراد الهاجرة بل أراد التبكير مطلقا. فالأمر كما قال الإمام المازري رحمه الله تعالى أن مالكا أخذ بحقيقة الرواح وتجوز في الساعة وعكس غيره، حملوا الساعة على حقيقتها وتأولوا الرواح. فبناء على ذلك تفهموا مأخذ الخلاف بين الفريقين، الإمام مالك ومن معه رحمهم الله، والجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومن معهم رحم الله الجميع. ثم على طريقة الإمام مالك، إذا قلت إن التهجير هو لما بعد الزوال، التبكير في الجمعة يبدأ بعد الزوال، فتحتاج إلى الاعتذار، طيب كيف نفسر 5 ساعات وكيف تفسر بقية الأمور؟ فجاء بجملة اعتذارات أو إجابات عن هذا الإشكال. نعم، والذين اختاروا، قال والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه، وذلك من وجوه: أحدها قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب. أي أجزاء؟ أي الأقسام، من تقسيم النهار إلى 12 ساعة، قبل الزوال 6 وبعد الزوال 6، يحتاج إلى أن تثبت أن هذا كان استعمال العرب. وإذا كانت العرب تقول في الساعة الأولى أو في الثالثة يفهمون منها ذلك، قال يحتاج إلى أن تثبت أن هذا حقيقة في استعمال العرب، ثم بما جاءت به الشريعة أيضا في معنى الساعة. قال قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب واستعمال الشرع، بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة لآلات تدل عليه لم تجر عادة العرب بذلك، ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها. يقول أنت كما ترى لا نجد في كلام العرب في شعرها ولا في نثرها استعمال لفظ الساعة بهذا المعنى، أنه الجزء الزمني المقدر الذي ينقسم أجزاؤه بالتساوي بين الليل والنهار 12 ساعة نهارا ومثلها ليلا، ولا وهذا أيضا على غير معهود العرب. العرب وهي عرب لا تستعمل في التوقيت إلا الأهلة لرعبة الشهر أولا وآخرا واستعدال العدد المحدود، أما الساعة الزمنية فتحتاج إلى حساب وتوقيت وآلات وأدوات ما عرف أن العرب كانوا يستعملونها، ولا كانوا يقسمون النهار تقسيما دقيقا متساويا حتى تقول إن الشريعة خاطبتهم بما كانوا يعرفون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لهم من راح في الساعة الأولى، أكان العرب فعلا في ذلك الوقت يقسمون النهار قبل الزوال 6 ساعات ويعتبرون كل جزء ساعة محددة بمقدار؟ قال الخطاب الشارع يأتي على مفهوم العرب، وتقسيم الساعات بأجزاء متساوية تحتاج إلى حساب وآلات تدل عليه، سواء كانت المزولة أو الساعة الشمسية أو الظل ونحوها. قال ولم تجري عادة العرب بذلك، ولا أحال الشرع على اعتبار مثل ذلك بإحادة مقطوع بها مجزوم بها لا ريب فيها. نعم، قال وإن ثبت ذلك بدليل تجوزوا في لفظ الساعة وحملوها على الأجزاء التي تقع فيها المراتب، ولا بد لهم من دليل يؤيد التأويل على هذا التقدير وسيذكر منه شيء. وهو ما قلت لك، يعني أول الساعات المذكورة بأنها اللحظات اللطيفة التي يقسم إليها الوقت من بعد الزوال، مهما كان صعود الإمام على المنبر وخروجه للناس في خطبة الجمعة. ومن تكلم في هذه المسألة أفاض في مسألة الساعة التي جاءت في الحديث، ما المقصود بها؟ هل هو الإطلاق على جزء من اليوم غير مقدر؟ هذا متفق عليه. فإذا قلت جلسنا في المسجد ساعة نقرأ القرآن، أنت لا تقصد ساعة بال60 دقيقة، تقصد جزءا من الوقت غير مقدر. أو تقول لصاحبك أنا هنا أنتظرك منذ ساعة، أنت لا تقصد ساعة معينة بمقدار. فإذا القطعة أو الجزء من الزمن غير المقدر يسمى ساعة عند العرب في لغتها، وهذا إطلاق وثابت مثله في الكتاب والسنة. والأمر كما قال الصنعاني رحمه الله، يقول تتبعنا ما ورد كتابا وسنة فلم نجد فيهما إطلاق الساعة على الجزء المقدر من 12 جزءا إلا في حديث جابر الذي تقدم، وهو أن الجمعة 12 ساعة.
قال: ولا ندري كيف طريقه، لأن الحاكم يسارع إلى تصحيح الواهنات، يعني الإمام الحاكم. قال: وأما إطلاق الساعة على جزء غير مقدر فهو كثير جدا في الكتاب وفي السنة، وأتى بأمثلة. قال الله تعالى: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، 60 دقيقة، جزء من النهار من 12 جزءا، لا. وفي الآية الأخرى: كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقال تعالى: يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال: فهذه الآيات معلوم أنه لا يراد بها إلا المعنى الأول، ما هو؟ الجزء غير المقدر بزمن. قال: وفي الحديث: 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. ثم لما فسرها ماذا قال؟ حين تطلع الشمس بازغة، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. هذه ساعات ليست زمنا، هو يقصد جزءا من الوقت أو قدرا معينا. قال: وأيضا حديث: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة. هل يقصد جزءا مقدرا؟ لا، هو جزء غير مقدر. قال: وحديث: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء، وفسرها بحضور الصلاة والصف في سبيل الله. قال: والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا. ثم قال: فلو فرض ثبوت حديث جابر رضي الله عنه، يعني حديث الجمعة 12 ساعة، لتعين حمل الساعات في حديث الجمعة هذا الذي نحن فيه من راح في الساعة الأولى الثانية الثالثة، حتى لو ثبت حديث جابر وتقسيم النهار 12 ساعة، قال يتعين أن نحمل هذا الحديث على الأعم الأغلب في استعمال الشارع، أن الساعة جزء غير مقدر من الزمن، بل هو قطعة منه مطلقة. قال: على أنه يؤيد حملها على ذلك أن أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا أحرص الناس على السبق إلى ما يعلمونه خيرا، ولم يأتي عن فرد منهم، ولا يمكن أن يسند ذلك أحد إليه عن الصحابة، يعني أنه كان يأتي لصلاة الجمعة من عقب صلاة الفجر أو من طلوع الشمس. قال: بل من تتبع جميع المنقول عنهم علم أنهم حملوا الساعات على غير ما حملها القائلون بالتبكير. هذا خلاصة ما أورد رحمه الله، وهو نظر إلى التأمل في دلالة لفظ النص. وأحيانا من الخطأ يا كرام أن يفهم لفظ النص في الشريعة للفظ على اصطلاح حادث بعد زمن الوحي. الوحي يتكلم بكلمة أو بلفظة، ثم يستعمل الناس اللفظة على معنى مع تقادم الزمان وتعاقب الأعصاء على معنى آخر، فتقول: ألا ترى الله قال كذا وفي الحديث كذا، وتفسر اللفظة بما اصطلح الناس عليه حادثا. وهذا من الخطأ، بل ينظر إلى عرف العرب في تلك الألفاظ ومعانيها بما خاطبهم بها الشرع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني. الوجه الثاني من ماذا؟ من وجوه اعتذار من قال بأن الأفضل التهجير، البدء بعد الزوال لحضور صلاة الجمعة، اختاروا التهجير. نعم. قال الوجه الثاني: ما يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم راح، والرواح لا يكون إلا بعد الزوال، فحافظوا على حقيقة راحة، وتجوزوا في لفظة الساعة إن ثبت أنها حقيقة في الجزء من 12 جزءا. تقدم قبل قليل أن الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله نقل عن الإمام المازري المالكي رحمه الله قوله: إن مالكا أخذ بحقيقة الرواح وتجوز في الساعة، وعكس غيره، وتبين هذا قبل قليل. ثانيا، قوله رحمه الله: الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، هذا من أين أخذ؟ لغة، هذا المأخوذ لغة. ولذلك قال صاحب الصحاح وجزم به أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال. وقال الإمام القرطبي: إنه الأصل في اللغة. غير أنك إذا رجعت لبعض المعاجم وجدت خلافا بينهم في ذلك. يعني من رجع مثلا إلى الأزهري فإنه يجد عنده غير هذا، ومن رجع إلى مثلا القاموس وجد خلاف ذلك. فلماذا اختلف أرباب المعاجم؟ الحقيقة أن انتماءاتهم الفقهية أثرت على تفسيرهم لبعض المعاني اللغوية. فلما جزم صاحب الصحاح وقال إنه لا يكون إلا بعد الزوال، أنكر ذلك الأزهري وغلط قائله، فقال: معنى راحة مضى إلى المسجد،
ثم قال: وتوهم كثير من الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار. قال: وليس ذلك بشيء، لأن الرواح والغدوة مستعملان في السير أي وقت كان من ليل أو نهار، يقال راح في أول النهار وآخره يروح. قال: وغدا بمعناه، فهو نوع من توجيه اللفظ الوارد لغة إلى غير ذلك بناء على ما تقرر فيه المذهب إثباتا لصحة ما تقرر في مسألة التبكير إلى صلاة الجمعة بناء على أن معنى راحة ليس بعد الزوال خاصة. وعلى كل حال هذا جواب من ذهب إلى أن الأفضل في الجمعة التهجير وليس التبكير، استندوا واستشهدوا بلفظ الحديث قال: ثم راحة، والرواح كما قال لا يكون إلا بعد الزوال، فحافظوا على حقيقة معنى راحة. الإمام الخطابي رحمه الله شافعي قال: معنى راحة قصد الجمعة وتوجه إليها مبكرا قبل الزوال. قال: وإنما تأولناه بهذا، شوفوا يعترف أنه تأويل لأن الرواح لغة لا يكون إلا بعد الزوال. قال: وإنما تأولناه بهذا لأنه لا يبقى بعد الزوال خمس ساعات في وقت الجمعة، يعني كيف ستقسم الساعة الأولى بدنا والثانية بقرة من بعد الزوال وربما خرج الإمام بعد خمس دقائق، فستجعل كل دقيقة ساعة مستقلة؟ قال: لأنه لا يبقى بعد الزوال خمس ساعات في وقت الجمعة. قال: وهذا شائع في الكلام، تقول راحة بمعنى قصده، وإن كان حقيقة الرواح بعد الزوال، هذا الاستشكال إنما يأتي إذا حملنا الساعة على الجزء الزمني المقدر، تقول ما في خمس ساعات، وإذا حملنا ساعة على جزء من الزمن مطلقا سيصبح عندك بعد الزوال خمس ساعات بل خمسين ساعة إن شئت، إذا اعتبرت كل لحظة ساعة، وليس المقصود الساعة المقدار الزمني الطويل ذي الستين دقيقة، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعترض عليهم في هذا. على من؟ المالكية. على المالكية ومن وافقهم. نعم. قال: واعترض عليهم في هذا بأن لفظة راحة يحتمل أن يراد بها مجرد السير في أي وقت كان. سمعت قول الأزهري وقول الخطابي وغيرهم رحم الله الجميع، كما أول مالك قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، على مجرد السير لا على الشد والسرعة. هذا معنى قوله، وليس هذا التأويل ببعيد في الاستعمال. قال إمام مالك في الآية: وليس السعي الاشتداد المذكور، يعني ليس المقصود السعي الشدة في الذهاب إليها، إنما مطلق السير. قال: كما تأول مالك رحمه الله لفظا في صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله أنه مجرد السير، فكذلك نتأول راحة بمعنى مطلق القصد والذهاب في أي وقت كان لا يتعين بوقت. هذا قال به المعترضون على مذهب المالكية بأن الرواح يطلق على الذهاب في أي وقت، وقال به الشافعية والحنفية والحنابلة، حتى إن ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد لما تعرض للمسألة عمد إلى الاستدلال بشيء آخر، هو يريد أن راح ثم راح ليس المقصود به بعد الزوال بل مطلقا، ففرق رحمه الله بين الغدو والرواح إذا اجتمعا وإذا افترقا، فقال: يحمل الرواح على معنى بعد الزوال إذا اقترن بالغدو، وإذا انفرد أريد به مقصد مطلق الذهاب والقصد في أي وقت كان، وهو نوع من محاولة التفريق بين المعنى. قال: واستدل بمثل حديث: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. هنا إذا اجتمع الغدو مع الرواح ستحمل الرواح على معنى بعد الزوال. واستدل أيضا بقول القائل: نروح ونغدو لحاجاتنا وحاجة من عاش لا تنقضي. أما إذا كان الرواح وحده أو الغدو وحده فإنه يراد به الذهاب مطلقا في أي وقت كان، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثالث من ماذا؟ من اعتذار المالكية في حمل لفظ الحديث تهجير على معنى بعد الزوال، فكيف يجيبون عن تقسيم الساعات الخمس؟ نعم. قال: الوجه الثالث قوله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات:
فالمهجر كالمهدي بدنه. نعم، تقدمت معك الرواية: إذا كان يوم الجمعة قام على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، قال: فالمهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه ثم الذي يليه كالمهدي بقرة إلى آخر الحديث. نعم. قال: والتهجير إنما يكون في الهاجرة، ومن خرج عند طلوع الشمس مثلا أو بعد طلوع الفجر لا يقال له مهجر. هذا واضح. وقال: والتهجير، المراد به الذهاب بعد وقت الهاجر وهو الظهر، وما قبل هذا من خرج بعد طلوع الشمس لا يقال له هجر ولا يسمى مهجرا. فالحديث يقول: فالمهجر إلى الجمعة، فمن ذهب الساعة الثامنة صباحا لا يقال له مهجر إلى الجمعة أو التاسعة أو العاشرة أو قبل الظهر قبل الزوال. قال: التهجير يكون في الهاجرة، ومن خرج عند طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر لا يقال له مهجر. نعم. قال: واعترض على هذا بأن يكون المهجر من هجر المنزل وتركه في أي وقت كان، وهذا بعيد. طيب، واستدل لهذا أيضا كما قال الأزهري، قال: يذهب كثير من الناس إلى أن التهجير في الأحاديث من الهاجرة وقت الزوال، قال: وهو غلط. والصواب فيه ما روى أبو داود المصاحفي عن النضر بن شميل، قال: التهجير إلى الجمعة وغيرها التبكير. قال: وسمعت الخليل يقول مثل ذلك. قال الأزهري: وهذا صحيح، وهي لغة أهل الحجاز ومن جاورهم من قيس. فقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير والصف الأول لاستبقوا إليه، قال أراد به التبكير إلى جميع الصلوات. كيف تقول تهجير في الفجر، في العصر، في المغرب، في العشاء؟ لا يقال تهجير على معنى بعد الزوال إلا إذا كان في وقت الظهر، والحديث جاء على عموم الأوقات. وعلى كل حال، فما يزال يعني هذا نوع من انتصار كل قول بدليله. وقد قال الإمام الصنعاني رحمه الله: ظهر في هذه المسألة انتصار كل من الأئمة في اللغة وغيرها لمذهب إمامه. وهذا دلالة على أن المعاني المحتملة تبقى محتملة، وأن الخلاف الفقهي يستند إلى ما هو محتمل في الجملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الرابع. واعترض على هذا بأن يكون المهجر من هجر المنزل وتركه في أي وقت كان، وهذا بعيد. بعيد من حيث اللغة، فمن خرج لا يقال له مهجر إلا إذا كان في وقت الهاجرة. نعم. قال الوجه الرابع أيضا من إجابة المالكية في الاستدلال على أن الأفضل في الجمعة التهجير للتبكير. نعم. قال الوجه الرابع: يقتضي الحديث أنه بعد الساعة الخامسة يخرج الإمام وتطوي الملائكة الصحف لاستماع الذكر، وخروج الإمام إنما يكون بعد السادسة. هذا مما اعترض به المالكية على الجمهور. يقول: أنتم الآن تقولون الساعات هي الساعات الزمنية التي قبل الزوال قبل الجمعة، وقسمتم الوقت إلى خمسة أقسام. طيب، فإذا كان القسم الأول ثواب بدنة ثم بقرة ثم كبش أقران ثم الدجاجة ثم البيضة، السؤال: ماذا بعد الساعة السادسة بعد الخامسة؟ قال: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، وفي لفظ يطوون الصحف. إذن إذا طويت الصحف وحضرت الملائكة تستمع الذكر، دل على أن خروج الإمام يكون بعد الساعة السادسة. وأنتم في الحديث جعلتم خمس ساعات، حديث الصحيحين لفظ الصحيحين خمس ساعات، إذن سيكون خروج الإمام بعد الخامسة. قال: وخروج الإمام إنما يكون بعد السادسة. بناء على ماذا؟ أننا قلنا النهار 12 ساعة، نصف النهار زوال الشمس، فست قبل الزوال وست بعدها. فإذا قلت إنها الساعات الزمنية التي يقسم عليها النهار، وكان خروج الإمام للخطبة بعد الساعة الخامسة سيكون قبل الزوال، نحن متفقون لا يخطب إلا بعد الزوال، سيكون بعد الساعة السادسة، يعني في الساعة السابعة من ساعات النهار. طيب، والحديث يقول خمس ساعات، فيقول: هذا وجه إشكال، كيف تجيبون عنه لو فسرتم التبكير بمعنى الخروج من أول النهار؟ هذا الإشكال إنما يرد إذا فسرنا الساعة بأن الساعة الزمنية ذات الأجزاء المحددة، ولهذا قال: وهذا الإشكال. قال: وهذا الإشكال إنما ينشأ إذا جعلنا الساعة هي الزمانية التي تتكون من 12 ساعة نهارا. نعم.
أما إذا جعلنا ذلك عبارة عن ترتيب منازل السابقين فلا يلزم هذا الإشكال. ولهذا مما استدل به الحنابلة على جواز خطبة الجمعة وصلاته قبل الزوال هذه الرواية، قالوا النهار 6 ساعات قبل الزوال، وقد ذكر التبكير 5 ساعات ثم خروج الإمام، فخروج الإمام في 6:00. الساعة 6 من النهار قبل الزوال أو بعد الزوال؟ قبل الزوال، لكن يعارضه رواية الإمام النسائي في ذكر 6:00 وذكر قربة أخرى سواء كانت بطة أو عصفورا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الخامس، يقتضي أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة، فكل من أتى في الأولى كان كالمقرب بدنه. الوجه الخامس من ماذا؟ من اعتراض المالكية. يقول: طيب أنتم فسرتم الساعة بأنها الجزء المقدر من الزمن، طب باصطلاحنا اليوم الساعة هذه كم دقيقة؟ لا، ليس المقصود الساعة ساعة الزمن، لا، نحن لو قلنا مثلا من طلوع الشمس 6:00 صباحا إلى خطبة الجمعة، لنفترض أن يعني طلوع الشمس في بعض البلدان 7:00، وأن صلاة الجمعة 12:00، فهذه 5 ساعات، 5 ساعات بحساباتنا اليوم. فإذا أردت أن تقسم ساعات الفضيلة في الجمعة ستقسمها على 6، وبالتالي يكون لكل ساعة أقل من 60 دقيقة، حوالي 50 دقيقة مثلا. طيب السؤال الآن، إذا جعلت هذا 50 دقيقة هي الساعة الأولى أو 60 دقيقة هي الساعة الأولى، ولنقل إنها تبدأ من 7:00 إلى 7:50 أو إلى 8:00، فمن جاء في 7:05 كان كمثل من جاء في 7:59، صح؟ لأن كلاهما وقع في 1:00، صح؟ وبينهما 60 دقيقة إلا دقيقة، فأعطيت هذا ثوابا مثل هذا، لأن كلاهما جاء في 1:00 واحتكمت إلى ظاهر اللفظ، فأعطيت هذا ثواب بدنه وهذا مثله. والنص ما يقتضي التسوية بينهما، بل يريد التفاوت، يريد أن يقول لك: حاول أن تفهم النص بشكل آخر مختلف. فهمك للنص بالساعة وتقسيمها سيجعلك على امتداد الساعة تجعل الآتي في أولها كالآتي في آخرها. قال: يقتضي أن تتساوى مراتب الناس في كل ساعة، فكل من أتى في الأولى، يعني سواء في أول الساعة أو في آخرها، كان كالمقرب بدنة، وكل من أتى في الثانية كان كالمقرب بقرة. نعم. قال: وكل من أتى في الثانية كان كالمقرب بقرة، مع أن الدليل يقتضي أن السابق لا يساويه اللاحق، وقد جاء في الحديث: ثم الذي يليه ثم الذي يليه. ويمكن أن يقال في هذا: إن التفاوت يرجع إلى الصفات. جوابا عن اعتراض المالكية، وهو اعتراض وجيه. طيب سلمنا لكم أن الساعات هي الأجزاء الطويلة، هم يقولون الساعات لحظات لطيفة، وأنتم تقولون لا، الساعة مقدار متسع. طب لو قلتم الساعة مقدار متسع سيتساوى الآتي في أول ساعة مع الآتي في أثنائها أو في آخرها، والنص بدلالة كل من يفهم كلام العرب يريد تفضيل السابق على اللاحق، وأنتم ساويتم بين السابق واللاحق. قال: لا جواب عن هذا إلا أن تقول إن التفاوت يرجع إلى الصفات، يعني من جاء في 7:05 كان كالمقرب بدنا، ومن جاء في 7:59 كان كالمقرب بدنا. طيب أين التفاوت؟ قال: بدنة الأول ليس كبدنة الثاني في صفاتها. البدنة التي جاء بها من جاء في أول الساعة أفضل وأعظم، والثاني بدنة لكنها أقل منها وزنا أجرا ثقلا، فالتفاوت في الصفات. والذي جاء بينهما 7:30 بدنة متوسطة ليست كبدنة الذي جاء أولا. فقال: هذا جواب أن تقول إن التفاوت يرجع مع الاشتراك في أصل الثواب، يرجع إلى التفاوت في المقادير وفي الصفات. قال: ولهذا شواهد في الشريعة. قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد 50 أو 27 درجة، أجر الصلاة حاصل للاثنين، المنفرد والمصلي في جماعة، فما الذي زاد به صاحب الجماعة؟ صليت الفجر الظهر العصر، كلاكما صلى فجرا وظهرا، وكتب عند الله أنه أدى فرضا. الفرق في صفات لهذا الثواب، ثواب مضاعف، ذاك نال أجر
أصل الأجر بلا مضاعفة. فيمكن أن تقول هكذا كلاهما اشترك في أصل الثواب وهو قربة البدنة أو إهداء بدنة، لكن مع تفاوت الصفات أن السابقة أفضل، وهذا مقتضى العدل والحكم الذي تأتي به الشريعة في إكرام العباد فضلا من الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به. لا بأس به، ليس هذا ترجيح واضح وصريح من المصنف رحمه الله لمذهب الإمام مالك، لكن هي طريقة كما قلنا مرارا في مثل هذه المجالس، هو لتعلم مسالك الفقهاء في الاستنباط. وابن دقيق العيد رحمه الله كما تقدم معكم في صدر دراسة هذا الكتاب أنه مصنف مالكي شافعي، وقد أتقن المذهبين وأفتى فيهما ودرس فيهما وهو إمام في كليهما، فإحاطته بالمذهبين تقتضي أنه ليس يعني ينتصر لهذا تماما ولا لهذا تماما. فجاء هنا قال: اعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به، يعني من حيث النظر والحجة وقوة التمسك. نعم. قال: واعلم أن بعض هذه الوجوه لا بأس به، إلا أنه يرد على المذهب الآخر أن إذا خرجنا عن الساعات الزمانية لم يبق لنا مرد ينقسم فيه الحال إلى خمس مراتب. يعني إذا قلنا ليست الساعات الزمنية المقدرة، طيب فما المرجع في تفسير الساعة؟ ما تجد متمسكا. فهذا الذي يرد على مذهب المالكية، ما أوردوه كما قال لا بأس به، فيه شيء من الوجاهة، لكن طيب إذا تركنا مسألة التقدير الزمني المحدد للساعة، طيب فكيف نفسر الساعة؟ قال: لم يبق لنا مرد يمكن أن نقسم فيه مراتب السابقين إلى الجمعة. فعلى ماذا ستقول السابق له ثواب بدنة ثم بقرة ثم كبش أقرن؟ نعم، بل يقتضي. قال: بل يقتضي أن يتفاوت الفضل بحسب تفاوت السبق في الإتيان إلى الجمعة، وذلك يتأتى منه مراتب كثيرة جدا. لو قلنا أهل المسجد 1000 مصلي ودخلوا تباعا، بين كل واحد والثاني دقيقة أو 5 دقائق أو نصف ساعة، فإذا أردت ترتيب المراتب ستجعل لكل داخل مرتبة، وبعدد الداخلين إذا تتابع 100 فهم 100 مرتبة لا مرتبة واحدة، والحديث جعلها 5 مراتب، فكيف تفسر هذا؟ نعم. قال: فإن تبين بدليل أن يكون لنا مرد لا يكون فيه هذا التفاوت الشديد والكثرة في العدد فقد اندفع هذا الإشكال. فإن قلت المراد أن يجعل الوقت من الهجير مقسما على 5 أجزاء ويكون ذلك مردا. من التهجير الذي هو من بعد الزوال ستقسمه 5 أجزاء، من بعد زوال الشمس إذا كان وقت الزوال 12:50 والنصف، فانظر متى يصعد الإمام على المنبر، إن خرج بعد 10 دقائق، بعد 20 دقيقة، بعد نصف ساعة، فالوقت الذي يكون من الزوال إلى صعود الإمام على المنبر هو الذي ستقسمه إلى 5 أجزاء، ليس لك إلا هذا. نعم. قال: قلت لا يصح ذلك لوجهين، أحدهما أن الرجوع إلى ما تقرر من تقسيم الساعات إلى 12 أولى إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفي عن الجمهور. خفية على أمر خفية. إذا كان ولا بد من الحوالة على أمر خفي عن الجمهور، فإن هذه القسمة لم تعرف لأصحاب هذا العلم ولا استعملت على ما استعمله الجمهور، وإنما يندفع بها لو ثبت ذلك الإشكال الذي مضى من أن الخروج من أن خروج الإمام ليس عقيب 5 ولا حضور الملائكة لاستماع الذكر. طيب، قال لا يصح أن تعتبر الوقت من التهجير من الزوال إلى صعود الإمام مقسما على 5 أجزاء لوجهين. الأول أننا إن كان ولا بد لنا أن نحتكم إلى مرد كما قال لتفسير الساعة، فالأولى ما جاء في الحديث أنها 12 ساعة، لأن هذه القسمة التي هي تقسيم الجزء اليسير إلى لحظات لطيفة وتسمية كل لحظة ساعة، قال لم تعرف ولا استعملت على ما استعمله الجمهور. الجمهور لما قالوا ساعة فهي قطعة من الزمن متسعة، وأما طريقة المالكية فتجعل الساعة لحظة لطيفة، قال هذا غير معهود ولا مستعمل لا عند أصحاب التقسيم الزماني ولا عند العرب في عرفها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثاني
أن القائلين بأن التهجير أفضل لا يقولون بذلك على هذه القسمة، فإن القائل قائلان: قائل يقول بترتيب منازل السابقين على غير تقسيم هذه الأجزاء الخمسة، وقائل يقول بتقسيم الأجزاء ستة إلى الزوال، فالقول بتقسيم هذا الوقت إلى خمسة إلى الزوال يكون مخالفا للكل، وإن كان قد قال به قائل فليكتف بالوجه الأول. وقد بلغني شيء من هذا من تقسيم السادسة إلى الأجزاء. نعم، وتقدم قبل قليل أن المراد بتقسيم الستة الأجزاء هو ما جاء في رواية الإمام النسائي، وبه يزول الإشكال الذي استبعده المصنف، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الوجه الثاني من الكلام على الحديث أنه يقتضي أن البيضة تقرب، وقد ورد في حديث آخر: كالمهدي بدنة وكالمهدي بقرة إلى آخره. إيش يعني أن البيضة تقرب؟ يتصدق بها؟ لا، ليس هذا المقصود. أصل لا خلاف أنك لو تصدقت بتمرة فهي قربة. الحديث يقول: من راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، ومن راح في الثانية كأنما قرب بقرة، إلى أن قال: قرب دجاجة، قرب بيضة. القربة لا إشكال فيها، لكن هل، وفي الرواية الأخرى كالمهدي، ما الإهداء؟ الهدي، كأنما ذبح هديا بقرة، بدنة، شاتا. السؤال: فهل تكون الدجاجة هديا؟ هل تكون البيضة هديا؟ يهدى يهديه الحاج والمعتمر والقاصد إلى بيت الله الحرام. هذا الحديث قد يشكل، لأنه جعل البيضة والدجاجة قربة وإهداء كما هي البدنة والبقرة والشاة. فهمت؟ قال رحمه الله: الوجه الثاني من الحديث أنه يقتضي أن البيضة تقرب، يعني يتقرب بها هديا، وهكذا الدجاجة، وليس المطلوق، ليس المقصود مطلق القربة، فإنه يتصدق ويتقرب ولو بتمرة وعنبة وزبيبة ونحوها. لكن الإشكال أن القربة هنا فسرت بلفظ الإهداء كما جاء في الحديث: كالمهدي أو كمن أهدى بدنة، ثم ذكر الدجاجة والبيضة. نعم، فيدل أن هذا التقريب هو الهدي. وينشأ من هذا أن اسم الهدي هل ينطلق على مثل هذا، وأن من التزم هديا هل يكفيه مثل هذا أم لا؟ من نذر لله أن يهدي أو من غير نذر جاء مكة حاجا ومعتمرا ونوى هدي تطوع، لا هدي واجب في عمرة في حج تمتع وقران، أراد أن يهدي فذبح دجاجة ووزعها في مكة وقال: هذا هدي مني لله عز وجل إهداء للبيت الحرام، يصلح هذا؟ اشترى طبق بيض ووزعها بيضة بيضة وقال: إهداء مني للبيت الحرام. من حيث هي صدقة لا إشكال، هل هو هدي؟ الهدي عبادة، والفقهاء يقولون: لا هدي إلا ببعير أو بقرة أو شاة، ما تكلموا في الدجاجة والبيضة. الحديث يقول: كمن أهدى. أجاب عن هذا العلماء بأنه إنما عطف من باب الإتباع، يعني لما قال: قرب بدنة، قرب بقرة، قرب كبشا، ذكر الدجاجة والبيضة من باب الإتباع، وإلا فإنها لا تهدى، لا يصدق عليها أن تكون هديا، نحو القائل: متقلدا سيفا ورمحا، والرمح لا يتقلد، إنما قوله: متقلدا سيفا وحاملا رمحا، فهو على الإتباع لا أكثر. نعم. قال: وقد قال به بعض أصحاب الشافعي، وهذا أقرب إلى أن يؤخذ من لفظ ذلك الحديث الذي فيه لفظ الهدي من أن يؤخذ من هذا الحديث، لأن هنا قال قرب، فلما نظرنا للفظ الثاني كالمهدي احتمل هذا الإشكال. نعم. قال: ولكن لما كان ذلك تفسير هذا ويبين المراد منه ذكرناه هاهنا. إذن ليس الإهداء بمعنى الهدي، بل هو بمعنى الصدقة والقربة مطلقة. نعم. الوجه الثالث: لفظ البدنة في هذا الحديث ظاهرها أنها منطلقة على الإبل على الإبل مخصوصة بها، لأنها قوبلت بالبقرة وبالكبش عند الإطلاق، وقسم الشيء لا يكون قسيما ومقابلا. طيب، وهذا واضح. هل يطلق على هل يطلق لفظ البدنة على غير البعير؟ قال: هي تطلق على الإبل خصوصا إذا قوبلت بالبقرة والكبش. نعم. وقيل:
قال: وقيل إن اسم البدنة ينطلق على الإبل والبقر والغنم. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، هل يدخل فيه البقر والغنم؟ ظاهر الآية وكلام المفسرين لا يدخل إلا البعير خاصة، ولهذا قال: فاذكروا اسم الله عليها صواف، ولا تعقر أو تنحر واقفة إلا الإبل. قال: فإذا وجبت جنوبها، إذا سقطت، وهذا لا يكون إلا في نحر الإبل خاصة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقيل أن اسم البدنة ينطلق على الإبل والبقر والغنم، لكن الاستعمال في الإبل أغلب، نقله بعض الفقهاء. وينبني على هذا ما إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة، وينبني على هذا ما إذا قال: لله علي أن أضحي ببدنة ولم يقيد بالإبل لفظا ولا نية، وكانت الإبل موجودة، فهل تتعين؟ فيه وجهان للشافعية: أحدهما التعيين، لأن لفظة البدنة مخصوصة بالإبل أو غالبة فيه فلا يعدل عنه، والثاني أنه يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم حملا على ما علم من الشرع من إقامتها مقامها، والأول أقرب. لو قال: لله علي أن أضحي ببدنة، ولا سمى بعيرا بلفظه ولا نواه بقلبه، فهل يلزمه البعير مع وجوده؟ قال: إن كان موجودا فالصحيح أنه يلزمه. وإن قال من قال: إن لفظ البدنة يشمل البقر والغنم، لكن ما لم ينوي فيحمل على البعير خاصة إن كان موجودا. وقيل في رواية أخرى عند الشافعية أو في وجه آخر: يقوم مقامها بقرة أو سبع من الغنم، لأن الشرع أقام الشاة الواحدة مقام سبع البدنة، فسبع من الغنم يقوم مقام البعير. قال: والأول أقرب، وهو الصحيح عندهم عند الشافعية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن لم يوجد الإبل فقيل يصبر إلى أن توجد، وقيل يقوم مقامها البقرة، وهو الأصح أيضا عند الشافعية. إن لم يوجد الإبل في بلد هو فيه وقد نذر أن يضحي ببدنة، فإنه يضحي ببقرة، فإن كانت بقيمة البعير أو البدنة أجزأت، وإن نقص أخرج من قيمتها الفرقة وتصدق به، ولزمه إخراج الفاضل كما عند الشافعية. تم الحديث وبقي فيه فائدة تتعلق بمسألة حضور الملائكة كما في الرواية عند مسلم: فإذا جلس الإمام طووا الصحف، يعني الملائكة التي تحضر تشهد الصلاة. قال أهل العلم: ليس هؤلاء الملائكة هم الحفظة، بل هم ملائكة جعل الله تعالى لهم تسجيل أسماء السابقين إلى الجمعة خاصة. قال: وظاهر ذلك أنه بخروج الإمام إلى المنبر يخرجون يحضرون الخطبة فلا يطون الصحف، فإذا جلس طووها. قال ذلك الإمام النووي. وعند ابن أبي شيبة من حديث ابن عمر مرفوعا: فإن الملائكة على أبواب المسجد يكتبون الناس على منازلهم، يعني على مراتبهم في القدوم: جاء فلان من ساعة كذا وكذا، جاء فلان من ساعة كذا وكذا، جاء فلان والإمام يخطب، جاء فلان ولم يدرك الخطبة. هذا اللفظ عند ابن أبي شيبة. قال رحمه الله ابن الملقن: قال: هذا يدل على أن كتبهم لا ينقطع بجلوس الإمام على المنبر. وقال غيره: طي الصحف عبارة على أنهم لا يكتبون، فهل هو تنبيه على فضيلة البكور بحيث إنه لم يبكر فلا يكتب له مثل ما يكتب للمبكر، أو هو نفي لكتب اسمه مطلقا في حق غير المبكر؟ فائدة أخرى عند ابن خزيمة في الصحيح، وإن كان قد ضعفه الألباني، رواية فيها تعظيم لهذه القضية يا كرام: شهود صلاة الجمعة واستشعار أن الملائكة الكرام عليهم السلام تسجل أسماء العباد المبكرين للجمعة. وابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة ذات يوم لما حضر المسجد، مسجد الجمعة، فوجد ثلاثة سبقوه في الصف، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا اليوم رابع أربعة، يعني ثلاثة سبقوني إلى الجمعة، فاستعظم ذلك. قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: قال: فإذا خرج الإمام رفعت الأقلام، يعني الملائكة عليهم السلام، فتقول الملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلانا؟
ما جاء للجمعة، ما حبس فلانا، فتقول الملائكة: اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان مريضا فاشفه، وإن كان عائلا فأغنه. تدعو للعبد المسلم الذي لا يشهد الجمعة، يدل ذلك على ما جعل الله للملائكة الكرام عليهم السلام من حب لأهل الإسلام والإيمان، ولماذا أوجب الله تعالى علينا الإيمان بهم وتعظيم شأنهم عليهم وعلى الأنبياء الكرام صلاة الله وسلامه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث السابع عن سلمة بن الأكوع، وكان من أصحاب الشجرة، أنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. هذا الحديث من أحاديث باب الجمعة، من الأحاديث المهمة التي استند إليها الفقهاء لبيان وقت صلاة الجمعة. أهو وقت الظهر كما هو قول الجمهور، بل قول الكافة كل الفقهاء، أو يجوز تقديمها قبل الزوال كما ذهب إليه أحمد وإسحاق رحم الله الجميع، فجوزوا الصلاة صلاة الجمعة قبل الزوال حتى لو انتهت الصلاة مع الزوال صح. فهل هذا كباقي الصلوات لو صليت قبل الوقت كانت باطلة؟ لأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، والحنابلة في الجمعة يقولون شرطها الوقت، ولا يقولون دخول الوقت، لأن الدخول عندهم يقتضي خروجها، خروج الوقت فيكون بعدها قضاء، والجمعة لا قضاء فيها. فهذا من أثر الخلاف في قوله: كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. متى يبدأ الظل؟ بعد الزوال. هذا يقول نصلي ثم ننصرف وبعد ما بدأ الظل، إذن متى صلوا؟ متى كانت الخطبة والصلاة؟ قبل الزوال، بدليل أنهم حتى لما خرجوا ما بدأ الظل بعد. فهذا من أقوى ما استدل به أحمد وإسحاق رحمهما الله في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. وخالفهم الجمهور كافة فقالوا هي كالظهر لا فرق، وأجابوا عن هذا الحديث بإجابتين كما ستسمع بعد قليل. الأولى أنه ما نفى الظل، ما قال وليس للحيطان ظل، قال نستظل به، يعني يبقى ظل لكنه ليس الظل الواسع الممتد. طيب هذا الظل القصير يدل على قصر الخطبة والصلاة التي صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا رجعوا وجدوا ظلا محدودا لا يكفي، فيحتاجوا إلى مزيد وقت. وفيه أيضا الجواب الثاني، الرواية الأخرى وفي لفظ: كنا نجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس. وقلت لك من أهم ما يصنعه الفقهاء في التعامل مع نصوص السنة تجميع الروايات والنظر في تفاوت الألفاظ، والراوي واحد سلمة رضي الله عنه، فلا تقول هو حديث آخر، هو ذاته الذي يقول كنا نجمع، كنا نصلي الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل، هو القائل كنا نجمع إذا زالت، فنص في الرواية الثانية متى كانت الجمعة؟ إذا زالت. فإذا لا صلاة الجمعة قبل الزوال كما رجحه الجمهور، قال ثم نرجع فنتتبع الفيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقت الجمعة عند جمهور العلماء وقت الظهر، فلا تجوز قبل الزوال. وعن أحمد وإسحاق: جوازها قبله، وربما يتمسك، بل ادعى الإمام ابن العربي الإجماع على أن وقت الجمعة بعد الزوال. قال: إلا ما ينقل عن أحمد أنه إذا صلاها قبل الزوال أجزأت. قال الحافظ ابن حجر متعقبا على ابن العربي رحمهما الله: قد نقل صحة وقوع الجمعة قبل الزوال ابن قدامة وغيره عن جماعة من السلف، ورويها عن بعض الصحابة والتابعين، إذن فلا يصح دعوى الإجماع، والخلاف أيضا قديم. نعم. قال: وعن أحمد وإسحاق: جوازها قبله، وربما يتمسك بهذا الحديث في ذلك. في ذلك في ماذا؟ في جواز صلاة الجمعة قبل الزوال. ما وجه الدلالة؟ من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان. قال: من حيث إنه يقع بعد الزوال الخطبتان والصلاة، مع ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالجمعة والمنافقين،
وذلك يقتضي زمانا يمتد فيه الظل بحيث كانوا ينصرفون منها، وليس للحيطان فيء يستظل به، فربما اقتضى ذلك أن تكون واقعة قبل الزوال أو خطبتاها أو بعضه أو بعضهما. والحديث الثاني هذا يبين أنها بعد الزوال. طيب، سؤال: هل استدلال الأئمة أحمد وإسحاق ومن معهم رحم الله الجميع على أنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال استدلال صريح من النص؟ الجواب لا، لكن من أين أخذ؟ أخذ من بعض دلالات الحديث وإن كانت ليست صريحة. قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل. قالوا: طيب تعال، صلاة الجمعة فيها خطبتان وفيها صلاة، وكان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون أحيانا كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه، وكان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين. سورة الجمعة صفحة ونصف، المنافقون مثلها، يعني تتكلم على قراءة، وقراءة النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة متأنية، فكم يأخذ هذا من الوقت وإن كانت خطبته وجيزة عليه الصلاة والسلام. فثمة وقت تؤدى فيه خطبتان وصلاة بقدر سورة الجمعة وسورة المنافقون، ثم مع ذلك ينصرفون وليس للحيطان ظل، فهذا نوع من الاستدلال غير الصريح والمباشر في المسألة، وربما سماها الأصوليون أحيانا دلالة الإشارة، لكن هنا أقرب من دلالة الإشارة، بحيث كانوا ينصرفون وليس للحيطان في، مع أن الصلاة والخطبة تقتضي زمنا يمتد فيه الظل لو كانت الصلاة بعد الزوال. فليس لك إلا أن تقول: أكيد وقعت الخطبة والصلاة قبل الزوال، فلما تمت الخطبة والركعتان بسورة الجمعة والمنافقون بالكاد وجدوا ظلا يستظنون. قال: فربما، لاحظ، قال ربما ولم يقل فيلزم لأن الدلالة محتملة، قال: فربما اقتضى ذلك أن تكون الصلاة يعني واقعة قبل الزوال أو خطبتاها أو بعضهما، يعني على أقل تقدير أنه بدأ الخطبة قبل الزوال أو الخطبتين كانت قبل الزوال والصلاة بعد، لكن مستحيل أن تقول الخطبتين والصلاة كاملة بدأت بعد الزوال ثم ينصرفون وليس للحيطان ظل. قال: لكن الحديث الثاني يبين أنها بعد الزوال. من أين؟ كنا نجمع إذا زالت الشمس. طيب، وإذا قلت وقراءة سورة الجمعة والمنافقون تقول لا يلزم منها أن تكون على الدوام، لأنه كان يقرأ بالأعلى والغاشية أحيانا، فلا يلزم أن تكون هذه على الدوام، فتحمل هذا على بعض الأحيان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: واعلم أن قوله وليس للحيطان ظل نستظل به لا ينفي أصل الظل، بل ينفي ظلا يستظلون به، ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، ولم يجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالجمعة والمنافقين دائما، وإنما كان يقتضي ذلك ما توهم لو كان نفى أصل الظل، على أن أهل الحساب يقولون إن عرض إن عرض المدينة 25 درجة أو ما يقارب ذلك، فإذا غاية الارتفاع تكون 89، فلا تسامت الشمس الرؤوس، وإذا لم تسامت الرؤوس لم يكن ظل القائم تحته حقيقة، بل لا بد له من ظل، فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظل، فالمراد ظل يكفي أبدانهم للاستظلال، ولا يلزم من ذلك وقوع الصلاة ولا شيء من خطبتي ولا شيء من خطبتيها قبل الزوال. هذه فائدة جغرافية. يقول أهل الحساب يقولون عرض المدينة 25 درجة، من يعرف الجغرافيا خطوط الطول وخطوط العرض، يقول المدينة في الدرجة 25 فوق خط الاستواء، وفائدة هذا من فهم خط الاستواء وهي منتصف الكرة الأرضية يعرف أن ساعة تعامد الشمس تكون فوق الرؤوس مباشرة، فإذا كان أهل البلد فوق خط الاستواء كلما ازدادت الدرجات ارتفاعا عن خط الاستواء كان تعامد الشمس ليس مسامتا للرؤوس مباشرة لما فيها من درجة الانحراف، ومثل ذلك إذا اتجهت جنوبا حتى تصعد إلى أعلى الكرة الأرضية فتكون هناك أصعب في مسألة تعامد الشمس إلا في أوقات،
ومنه يختلف ما ينشأ من طول النهار المفرط صيفاً وقصره شتاءً والعكس في الليل، بهذه الحيثية التي يفهمها أهل الفلك والجغرافيا. أراد أن يقول رحمه الله بفائدة أيضاً مما يتعلمه أهل هذه العلوم يمكن أن تفهم تأويلاً لقول سلمة رضي الله عنه: وليس للحيطان ظل. يقول طبيعة المدينة الجغرافية ومكانتها الفلكية تقتضي أن ارتفاع الشمس في أقصى ما تكون 89 درجة، هذا أيضا عندهم في درجات تصاعد الشمس وارتفاعها من طلوع الشمس إلى غروبها. قال فأقصى ما يكون 89، وهذا لا تسامت فيه الشمس الرؤوس، يعني لا تكون فوقها مباشرة، وإذا لم تسامت الرؤوس لا يكون ظل القائم تحته حقيقة. تعرف متى يكون ظل القائم تحت الشمس؟ يكون ظله تحته إذا كانت الشمس فوق رأسه مباشرة، فلا يكون ظله إلا أسفل منه. ومن تكون الشمس إذا تعامدت في وسط السماء لا تكون فوق الرؤوس مباشرة، لا يكون الظل تحته بل يكون مجاورا له. وهكذا قال رحمه الله: فامتنع أن يكون المراد نفي أصل الظل. يقول المدينة حتى لو توسطت الشمس في كبد السماء لن تكون ظلال الأشياء تحتها، بل ستكون بجوارها، يعني في كل الأوقات لن ينتفي أصل الظل في موقع كالمدينة النبوية لما فيها من خصائص جغرافية. وعندئذ فلا سبيل أن تفهم قول سلمة رضي الله عنه: وليس للحيطان ظل، إنما أراد نفي الظل الممتد المتسع للاستظلال والجلوس والمنام والقيلولة ونحوها، لا أصل الظل الذي لا ينقطع أصلا عن بلد في مثل هكذا جغرافيا. نعم، أحسن الله إليكم. قول رحمه الله، قال رحمه الله: وقوله نجمع بفتح الجيم وتشديد الميم المكسورة، أي نقيم الجمعة. واسم الفيء قيل هو مخصوص بالظل الذي بعد الزوال، فإن أطلق على مطلق الظل فمجاز، لأنه من فاء يفيء إذا رجع، وذلك فيما بعد الزوال. نبه على ذلك بعض أهل اللغة وقال أن العوام يسمون الظل والفيء شيئا واحدا ويجعلونه من باب الترادف. يقول: والحق أن الظل أعم، فما قبل الزوال يسمى ظلا وما بعد الزوال يسمى ظلا، لأن الظل يبدأ من طلوع الشمس تبدأ الظلال وتبدأ تتزايد حتى تصل الشمس في كبد السماء فينقطع الظل، ثم يعود إلى العودة في الجهة الأخرى من جهة الغرب يكون الظل شرقا، ثم يبدأ يتزايد حتى تغرب الشمس. قال هذا يسمى ظلا وهذا يسمى ظلا، لكنه في اللغة لا يقال الفيء إلا لما بعد الزوال، لأنه مأخوذ من الفيء وهو الرجوع، كأن الشمس رجعت نحو الغروب فيسمى الظل فيئة، يعني إلى عودته بعد انقطاعه لما توسطت الشمس في كبد السماء. بقي في الحديث أن المصنف رحمه الله لم يجري على عادته في الترجمة لراوي الحديث وهو سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، ولعله يعني فاته ذلك أو سهى، فاستدرك ذلك الشراح وذكروا ترجمة موجزة. سلمة ابن الأكوع منسوب إلى جده، وجده الأكوع لقب واسمه سنان، أما اسم أبيه فعمر، فهو سلمة بن عمرو بن الأكوع، واشتهر بالنسبة إلى جده، يكنى رضي الله عنه بأبي إياس وهو أكبر أولاده، ويقال أبو مسلم أو أبو عامر، صحابي جليل من أهل المدينة، شهد بيعة الرضوان، وهو الوحيد الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة الرضوان تحت الشجرة 3 مرات، مرة في أول الناس، ومرة في أوسطهم، ومرة في آخرهم، وبايع يومئذ على الموت، موصوف رضي الله عنه بالشجاعة والجرأة، كان معروفا بالعدو وسرعة الجري رضي الله عنه، حتى إنه يسبق الفرس إذا جرى على رجليه، ولهذا كان من فرسان الصحابة ومن خيرة، بل أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وقاد وحده رضي الله عنه سرية الغابة وسرية ذي قرد، فكان موصوفا بالشجاعة والجرأة والإقدام، ويقال في تراجم الصحابة إنه المقصود بالرجل الذي كلمه الذئب فيما ذكر في بعض المعجزات. روي أنه قال: رأيت الذئب أخذ ظبيا فطلبته حتى نزعته منه، فقال: ويحك
ما لك ومالي عمدت إلى رزق رزقنيه الله ليس من مالك فما لك تنزعه مني؟ فقلت يا عباد الله إن هذا لعجب، ذئب يتكلم. فقال الذئب أعجب من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصول النخل يدعوكم إلى عبادة الله وتأبون إلا عبادة الأوثان. قال فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. ونقلت القصة أيضا عن غيره، وفي إسنادها ما لا يصححه المحدثون. توفي رضي الله عنه 74، وقد بقي آخر حياته بالربذة، وامتد عمره إلى 80 سنة رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الحديث 8 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. هذا آخر أحاديث الباب، وختم به المصنف رحمه الله في باب الجمعة لبيان سنة من سنن فجر يوم الجمعة، وهي قراءة هاتين السورتين: سورة الإنسان في الركعة الأولى، سورة السجدة في الركعة الأولى، وسورة الإنسان في الركعة الثانية. قال أهل العلم: الحكمة في اختيار هاتين السورتين ما فيها من الآيات المتضمنة للموضوعات التي من أجلها شرعت قراءة هاتين السورتين. يوم الجمعة يا كرام، كما يقول ابن القيم رحمه الله، سيد الأيام، فيه من الفضائل والخصائص والأحكام ما ليس لغيره. وفي الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه، صلى الله عليه وآله وسلم. فيوم الجمعة يوم عظيم عند الله، من أيام الدنيا العظام التي أقسم الله تعالى بها في كتابه. لأجل هذا ولما اختص به يوم الجمعة من كونه يوم قيام الساعة ويوم بدء الخليقة ويوم دخول الجنة ويوم الخروج منها، اختص بأحكام. فناسب هذا أن تكون في كل جمعة اجتماع للمسلمين يشهدون موعظة تذكرهم بالله وتحيي إيمانهم، فكانت صلاة الجمعة. ناسب أن يكون فجر الجمعة أيضا محفوفا بأمور تذكر العباد. سورة الإنسان والجمعة، سورة السجدة والإنسان، فيها ذكر آدم عليه السلام في السورتين، فيها خلق يوم الجمعة، وفيها تنويه بالساعة وذكرها والتذكير بها، وفيها أيضا أحوال المعاد والجنة والنار بما هو مقصود أن يعيشه المسلم تذكرا من جمعة إلى جمعة وتذكيرا بهذا اليوم العظيم. وعلى هذا جاءت السنة بهذا الأمر، فثبتت السنة بهذا، فختم به المصنف رحمه الله لبيان استحباب قراءة هاتين السورتين للإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة، إلا ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله من كراهية ذلك. فناسب أيضا أن يتعرض إلى الإشارة للخلاف ومأخذه بإيجاز، وهو ختام هذا الباب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في هذا المحل، وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض. طيب، قوله فيه دليل على استحباب، من أين أخذ الاستحباب؟ كان يفعل استمرار وفعل النبي عليه الصلاة والسلام. بل حتى لو ما فيه استمرار، لو قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر يوم الجمعة كذا وكذا، كيف يدل على الاستحباب؟ نسبة الفعل إليه صلى الله عليه وسلم في عبادة تقتضي التعبد، والتعبد لا يخرج عن الاستحباب أو الوجوب، وأدنى ذلك الاستحباب. فلهذا قال فيه دليل على الاستحباب. نعم. قال: وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين. ليس قراءة السجدة يعني سورة السجدة، قراءة آية أو سورة فيها سجدة تلاوة ألا تقرأ في صلاة فريضة. لماذا؟ قال: خشية التخليط على المأمومين. ما التخليط؟ إذا كبر الإمام فسجد، قد يظن المأموم أن الإمام سهى، نسي الركوع والرفع فنزل مباشرة إلى السجود. هل هذا وارد؟ وارد عند العوام والجهال ومن لا يفهم المسائل ولا يعرف القرآن ولا يعرف سجدات التلاوة. وكان من مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يعمد إلى سد الذريعة في أبواب العبادات خشية اختلاط الأحكام على المكلفين والعوام خاصة.
واستنكر بعض طلبة العلم مسائل في فقه الإمام مالك بنيت على هذا الأصل، كما نقل عنه رحمه الله كراهية صيام الست من شوال عقب رمضان، قال: خشية أن يتخذها الناس فريضة أو يجعلوها متصلة بصوم الفرض من رمضان مع ثبوت الحديث. الجمهور طبعا على خلاف ذلك، ما ثبت استحبابه يقال باستحبابه، وما يخشى فيه من التخليط أو سوء فهم بعض الناس أو جهل العوام يعالج بتعليمهم وتفهيمهم لا بترك السنة ألا بلا إغلاقها. بل يقال هنا شيء آخر: خشية الخلط على المأمومين هل هو من قراءة السورة أو من السجدة فيها؟ طب ألا يمكن أن يقال تقرأ السورة وتترك السجدة إذا خشي التلبيس والاختلاط؟ فلا يقال بكراهية القراءة، بل يقال ببقاء الاستحباب والتنبيه أنه في حال خشية حصول ذلك تترك السجدة، لأن غاية ما فيها الاستحباب على قول الجمهور. قال رحمه الله: وكره مالك للإمام قراءة السجدة في صلاة الفرض خشية التخليط على المأمومين، وخص بعض أصحابه الكراهية بصلاة السر، فعلى هذا لا يكون مخالفا لمقتضى هذا الحديث. إذن ها هنا روايتان عن الإمام مالك، الأولى التي نقلها ابن وهب أنه لا بأس بقراءة السورة التي فيها السجدة في الفريضة، والرواية الأخرى التي رواها أشهب كراهية ذلك، إلا أن يكون خلف الإمام عدد قليل لا يخشى من تخليط الأمر عليهم، فإن كان وراءه عدد كبير وجوامع وفيها عوام ويخشى من اختلاط ذلك فيترك حماية للأمر. قال: خشية التخليط على المأمومين، وخص بعض أصحاب الكراهية بصلاة السر. هذا مأخذ آخر عمد إليه بعض المالكية التماسا للعذر. الحديث صحيح والنقل عن الإمام مالك متفاوت كما سمعت، الذي نقله ابن وهب أنه لا بأس بقراءة السورة التي فيها سجدة في صلاة فريضة، والذي نقله أشهب كراهية ذلك. فمنهم من المالكية من حمل هذه الكراهية على الصلاة السرية دون الجهرية. لماذا؟ لأن المأموم لا يسمع ماذا يقرأ الإمام، فلماذا يسجد؟ هنا يتأكد الوهم أن الإمام سهى. تخيل تصلي ظهرا خلف إمامك أو عصرا، ثم إمامك في القيام يكبر ويسجد، ستقول سبحان الله وأنت واقف تنبه إمامك. هذا المتبادر، فأنت لا تعرف ماذا قرأ، فهذا وجيه أن يقال يمكن أن ينبه. قال رحمه الله: فعلى هذا، يعني على حمل الكراهية على الصلاة السرية، لا يكون مخالفا لمقتضى الحديث. لما؟ قال: لأنه وارد في الصلاة الجهرية، في صلاة الجمعة، هنا في صلاة الفجر يوم الجمعة. لكن هذا أيضا لا يبقى مستقيما، لأنه ثبت في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر أو العصر فسجد سجود التلاوة فيها. وهذا رد أيضا على المالكية الذين تأولوا الكراهية المنسوبة للإمام مالك على الصلاة السرية. طيب يعني تأولتم على الصلاة السرية حفاظا على السنة الصحيحة التي لا سبيل إلى ردها، فثمة سنة أخرى صحيحة أنه سجد أيضا في صلاة سرية، فلا وجه أيضا إلى ردها. ولهذا قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى: أخرج الطبراني في أصغر معاجمه الحديث المذكور من رواية ابن مسعود، ثم قال وهو يبين الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم قراءة السجدة والإنسان. فالمقصود أن هذا مجاب عنه بأن ثبوت ذلك في السنة يضعف القول بالكراهية كما سيأتي تعقيب المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي المواظبة على ذلك دائما أمر آخر، وهو أنه ربما أدى الجهال إلى اعتقاد أن ذلك فرض في هذه الصلاة. ومن مذهب مالك رحمه الله حماية هذه الذريعة كما تقدم في مسألة صيام الست من شوال. نعم. فالذي ينبغي أن يقال: أما القول بالكراهة مطلقا فيأباه الحديث. فعلا لثبوت السنة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله، ولا يمكن أن يقال لفعل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال إنه مكروه، لا يمكن. قال: والحديث يأباه. نعم. قال: وإذا انتهى الحال إلى أن تقع هذه المفسدة
فينبغي أن تترك في بعض الأوقات دفعا لهذه المفسدة، وليس في الحديث ما يقتضي فعل ذلك دائما اقتضاء قويا. يعني تقول إما أنك لا تفعل هذا في كل صلاة، أو أن لا يقال لدفع المفسدة أن تترك في بعض الأوقات، لا أن يقال بكراهية هذا. وثمة جواب آخر سمعته قبل قليل: إن كان الإشكال هو من الوهم الذي يتوهم بأجل السجود، فيمكن أن يدفع ذلك بالقراءة للسورتين وترك سجدة سورة السجدة. وربما ظن بعض العوام كما قال المصنف رحمه الله أن السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة فرض، بل قرر بعض الفقهاء المتأخرين من بعض المذاهب أنه المتعين أن يقرأ الإمام يوم الجمعة بأي سورة فيها سجدة، المقصود أن يسجد في صلاة الفجر يوم الجمعة. وهذا ليس الصحيح الثابت في السنة، وإن نقل هذا عن بعض السلف، نقل عن الحسن وابن سيرين وغيرهم، وأن هذا قول قال به طائفة من الفقهاء رحم الله الجميع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى كل حال فهو مستحب، فقد يترك المستحب لدفع المفسدة المتوقعة، وهذا المقصود يحصل بالترك في بعض الأوقات، لا سيما إذا كان بحضرة الجهال ومن يخاف منه وقوع هذا الاعتقاد الفاسد، والله أعلم. نعم، والأمر كما قال الصنعاني رحمه الله في ختام الحديث: قد يقال يتعين إشاعة السنن وتعريف الجاهل لما يجهله وإعلامه بالشريعة، وألا تترك السنة مخافة جهله وقبح اعتقاده، فإنه واجب الإبلاغ وتعريفه أنه لا يجب شيء من ذلك، وإعلامه بأن هذا كان فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وما أمات السنن إلا خيفة العلماء من الجهال، وليس بعذر، فإنه تعالى أمر بإبلاغ الشرائع من واجب ومحرم ومندوب وغيرها. تم الكلام بفضل الله تعالى وتوفيقه على هذا الحديث، وبه تم باب الجمعة. نسأل الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا، وارزقنا يا رب الفهم والتوفيق والسداد والفقه في دينك والعمل بشريعتك، واجعلنا من خيرة عبادك الصالحين، وسلك بنا سبيل العلماء العاملين الراسخين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.